لم يحلق شعره منذ 40 عاما، بشعره البالغ 14 قدما. يشكل هذا الرجل الهندي من أطباء الطائفة الهندوسية محجا للعديد من الناس الذين يقطعون مئات الكيلومترات للقائه والتبرك به، ويلقب صاحبنا برابنزل الهند في إشارة إلى الحياة الخيالية عن الفتاة رابنزل حبيسة القلعة شاهقة الارتفاع التي كان حبيبها يصعد إليها عبر التسلق ضفيرتها الطويلة التي كانت تسجلها له من النافذة. وبالنسبة إلى رابنزل الهند، لم يمتد المقص إلى شعره منذ أكثر من 40 عاماً.